مع رفع الحجر الصحي تصبح وسائل النقل مجالاً لنقل عدوى فيروس كورونا. أثناء تبادل الحديث يفرز الجهاز التنفسي كميات من الرذاذ، يتناثر الرذاذ في الهواء وينتقل فيروس كورونا بسهولة. وفي الحالتين راكب يرتدي كمامة يحمي نفسه ومن بجانبه، راكب لا يرتدي كمامة لا يحمي نفسه ومن بجانبه. الكمامة ضرورية داخل وسائل النقل الجماعية، واحترام التباعد الاجتماعي يقي من انتشار عدوى الفيروس.